السلام عليك يا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله اخوي براشد، كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يا ربي يطول عمرك يا طول العمر. نحن سلمك الرحمن، نغبطكم، ما بقول نحسدكم، نغبطكم على الاجواء الجميله هذه وعلى الشيء الجميل هذا، والحمد لله رب العالمين. الاجواء تكتمل بالمشاريع الجميله. كيف كانت عندكم الاجواء اليوم الصبح؟ والله يا اخوي ابو راشد اليوم الاجواء طيبه طال عمرك. الكوشه طال عمرك من اسبوعين او ثلاث اسابيع ما شاء الله الجو عندنا طيب طيب طال عمرك، والكوش نازل الى نصف الجبل لله الفضل والمنه. لكن رذاذ اليوم بعد، ما شاء الله رذاذ، ما شاء الله اليوم رذاذ. من اصبحنا الصباح الفجر طال عمرك ما شاء الله رذاذ طال عمرك، والجو من افضل ما يكون طول عمر. اول شيء طال عمرك ابو راشد نشكر اذاعه وتلفزيون الشارجه وعلى راسهم انت ابو راشد، وجزاك الله خير على الجهود الطيبه اللي تقوم فيها. طبعا جزاك الله خير، انت تواجد ويانا في جميع الاوقات يعني السنه ما شاء الله، وتمر سواء بروحك او يا شباب او يا العائله. وطبعا هذا طال عمرك جهودك الطيبه طال عمرك اللي تتابع. بارك الله فيك. نعم. جهود الشباب جزاهم الله يا ربي يطول عمر سمو الحاكم الله يجزيه الجنه ويطول عمره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم اماره الشارقه وما يوليه تمام لجميع مدن ومناطق الاماره. طبعا الشيخ الله يا ربي يطول عمره منذ توليه مقاليد الحكم في الشارجه طول العمر لم يدخر ذخيره على اي منطقه او مدينه او اماره، من الاماره الى المدن الى جميع مناطقها. الشيخ الله يطول عمره كان يجينا بهليكوبتر اخوي ابو راشد، وكانت الهليكوبتر يقول الشيخ يقول كانت تتمايل يعني تصده لبال لان قوه الجاذبيه الارضيه في هو والهذا هي. نعم سبحان الله. لكن الشيخ الله يطول عمره لم يدخل ذخيره والله العظيم، يعني احلف لك الله يا ابو راشد والله صادق. طال عمرك كان على دواب يا مطور المنطقه يوم احنا ساكنين في المنطقه اللي فوق طويل العمر. نعم. والله سوى لنا غرف اتذكر طويل العمر وليوان قبل يسوي طال عمرك الغرف، والله طال عمرك يجيبونه وجاب واحد من مدحه مقاول وجابه طال عمرك على تكرم على دواب على لين ينقل لنا الاسمنت والرمل. يعني مو بالحين اقول لك الشيخ طويل العمر، مو بالحين و1983 شوف الشيخ، انا بقول لك هذه المعلومه يمكن ما يكون عند اي واحد هالمعلومه. 1983 شق لنا الطريق من مدحه حتى وصولا الى شيخ، وتعرف ان يا اخوي ابو راشد اول ما افتتح الطريق الشيخ موجود واجب عند البلدوزر اتذكره طويل العمر بهذاك الوقت. يعني لا تفكر الحين يوم المشاريع الشيخ يعني حتى يبي يرسم الابتسامه في وجوهنا ان انا شتت لكم وصل الطريق لمنطقتكم، انا فرحان من فرحكم. يعني كنت انت تمشي يا اخوي محمد، هالكلام اللي تقوله كله بلاي اعلام وبلاي تصوير ولا احد يدري به. نعم هذه المعلومه يمكن ما حد يدري بها طول العمر. هذا الكلام 1983 نفس الوقت جاب لنا الكهرباء وتم افتتاح الكهرباء من قبل سمو الحاكم. هذا الحاكم مو بهرجه اعلام الله يطول عمره، هذا يخاف من الله ما يخاف من حد. الحين بخبرك طويل العمر اتذكر قال يا خميس انت تعبت المنطقه لكن انا بيدي مو بالحدود كلها لي طويل العمر، انا بطور لك المنطقه بس صبر علي شويه الله يطول عمره. شو يقول الوالد طويل العمر؟ يقول له يعني قبل افتتاح النفق 2009 شرفنا سمو الحاكم، وين الحين الصوره موجوده؟ لا. الله يطول عمره قال الحاكم يا محمد خلي هالدفته وهالشيخ كلهم يحضروا هالنحو يحضروا هني، انا بسوي لكم وجبه الغداء هني في هذا المكان فرحه على اساس انه انفتح النفق الاول هو نفق الروق طويل العمر. نعم اول نعم. افتتاح النفق طويل العمر كان هذه فرحه بالنسبه لنا طويل العمر، جاب اهالي دفته هذا اللي يوديكم غرب يوديكم لدفته. نعم نعم اللي يودينا لدفته طويل العمر. نعم. 2009 طال عمرك وجاب وسوى لنا احتفاليه في الوادي هني وعلى اساس انه يفرحنا ويرسم الابتسامه في وجوهنا. والعمر قلنا قال العالم الشارع صعب بالطريق صعب وجبال الجبال صعبه جدا، قال والله الشيخ انا بتحدى الجبال انا ولا الجبال هذه طويل العمر. الشيخ الله يطول عمره انجز طال عمرك ما ينتظر يخاف من الله انجز وعده. نعم انجز وعده
الحاكم طويل عمر احنا نسير عنده طويل عمر من اطفال ويا الوالد نسير سواب القصر اويينا في المنطقه يحرص انه يكون عندنا في المنطقه طويل عمر. هذا الحاكم ايش قال؟ حبيناه نحن، حبيناه لانه كان يراعينا نفس انت ابوك يراعيك. ايش قال؟ يراعيك ويتابعك ويطمن عليك، هذا طويل عمر. والله يا ابو راشد انه خلى الحين البلد كله جنه. أتذكر الوالد 2009 يود الحاكم قال له الشيخ أبغيك مثل ما سويت لي مولد الوادي الحلو خميس المزروع الوالي وادي الحلو سوالي، قال خميس بسوي لك وأوعدك إني أسوي لك، أنا وعد مني أوفى بالوعد. نعم بس صبر علي خميس بس شوية ينفتح لي الطريق يا خوفكان، أنا بسوي لك، أنا بس انتظر علي. الله تذكر يا محمد تذكر يوم نعم. يوم صاحب السمو الله يحفظه يوم يفجر نعم. النفق ويمسك بيد الوالد ويقول له ويقول لها الحين انت تشل جماعتك وتسي خورفكان. اقول لك يا ابو راشد اول يوم ننزل على خورفكان سياراتنا غبرت غبر طول العمر. نعم نعم والله نعم. مرات جس الكندوره تجيس السياره طول العمر ننزل الاماكن سواء بنك او مؤسسه حكوميه يقول لك مغبر طول العمر. لكن الشيخ الله يا ربي يريحه، الله يا ربي يريحه ريحنا. الشيخ سلطان هذا ما له مثيل، انا اقول لك هذا الحاكم ما له مثيل، هذا طال عمرك ملك، هذا الشيخ سلطان الله يطول عمر الله الدكتور الله هذا ملك الله طول العمر، هذا طال عمرك انجز. شو الحديقه طول العمر؟ والله انا بسالك الحين على الحديقه يا محمد، الحديقه ما شاء الله انا اشوف الاقبال عليها كبير ما شاء الله. اقول لك انا هذه تحفه معماريه، هذه طال عمرك قطعه من الجنه. هذه يا اخي ما توقعنا تصير بهالشكل. الشيخ ايش قال رسم هذه الحديقه؟ أيوة وايش قال صممها؟ اقول لك ما حد توقع، كله في ذهن الشيخ. مستحيل مستحيل. انا اقول لك انا 24 ساعه في المنطقه ما شفت، ما توقعت انها تصير بهالطريقه. مسرح، مسار جبلي، استراحات خضراء، شلال، كوفي. يا اخي شيء عجيب، شيء عجيب. هذا فكرة الحاكم ما شاء الله. يعني انت تقول احنا نتقدم خطوة، الشيخ يقدمنا 1000 خطوة قدام. الشيخ سلطان هذا ما له مثيل، عند ما شاء الله الحديقة يعني انت شفت على وسائل التواصل الاجتماعي رموز الدولة جونا طول العمر. عندك السيف وضيوف من برا اشوف يوكم اجانب يوكم. تعرف ان ستيف هارفي شو قال طول العمر؟ كان يوم الجمعه اتصلوا لي مجلس ابو ظبي للاعلام واتصلوا لي هيئه الانماء السياحي والتجاره، قال لي يوم الجمعه ما شيء شويه صعبه جدا انك توصلها. تعرف ستيف هارفي قال لي؟ قال انا بغي المشروع هذا اللي سواه سمو الحاكم الا انا اسير له. قالوا لي يوم الجمعه عالم وانت امن ويعني يكون عندك امن وكذا. قال لهم اللي انا يشيخ هذا الكلام هو كلمني اياه، ستيف هارفي بروحه كلمني طول العمر. قال انا 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 صممت اني امجي، كان مخصص له 40 دقيقه طال عمرك يبقى في الحديقه ويصور وكذا، ظل عندنا ساعتين تقريبا. ساعتين نعم ساعتين. كل ما يضرب الجرس قال لا ما نروح، قال لهم لا بعدي انا مستمتع بالاجواء هني طويل العمر. اليوم 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 ما شاء الله الحاكم خلى مناطق الاماره وجميع مناطق الاماره ومدنها ما شاء الله جنة. انت هذا يا محمد انت تتكلم عن شيص نعم. اللي هي القريه الصغيره نعم. القريه اللي في بلاد غير ممكن يسمونها منطقه نائيه، نحن هاي نعم. شيص منطقه نائيه كذا نعم. كيف بعد البلد روحها؟ كيف غرفه كان ابو راشد طال عمرك الشيخ الله يطول عمره ما خلى فيها مناطق نائيه الشيخ نعم. الشيخ الحين طال عمرك نحن معانا حضانه ومركز صحي طال عمرك وجمعيه تعاونيه طول عمر. الشيخ رفض انه يكون مناطق نائيه، ما في منطقه نائيه عند سمو الحاكم الله يطول عمره، وانما مناطق مكتمله الخدمات، ما في منطقه نائيه. اليوم طال عمرك هذه الحديقه اول عالم طويل عمر، ما حد يجينا طويل عمر، قل اللي يبيك طال عمرك عادل 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 اليوم عادل. ما شاء الله شف ان ما شاء الله العالم كله مثبت علينا. يوم افتتحها الحاكم الله يطول عمره 15/10 شو قال الحاكم الله يطول عمره؟ اول ما نزل من السياره بيسلم على الوالد قال خميس العالم كله بتيك. قلنا ما شاء الله شو فكره الحاكم من مبينة والله العظيم إن صدق في الكلمة. ولا توقعتوا إن هذا هاي الأفواج اللي بتيكم؟ والله الأقبال يا طويل العمر. مواقف سيارات ما في مواقف، المواقف 160 موقف هني موجودة عندنا عند بجانب الحديقة وتحت الوادي. محمد أبشرك بعد يوم بتي المشاريع هاي اللي أعلن عنها صاحب السمو
وين نعم. بيصير السوق وبيصير هذا هنا بعد بتزيد نعم. بيزيد الاقبال الشهر ابو راشد هذا 160 فول دائما مواقف ممتليه تحت عنده في الوادي تقريبا يمكن حوالي 200 موقف طال عمرك بعد ممتليه ينزلوكم لين تحت بعد ينزلوكم والله الناس ينزلوا طال عمرك في ناس طال عمرك تينا ابو ظبي يجونا وهل خارج الدوله يجونا ولا دبي قلنا لهم اول وين نقول لكم شيص الاول يوم نسافر ولا نقول لهم شيص وين شيص الحين هذه الحين ما تم مواطن ما تم خليجي ما تم وافد اسيوي ما شاء الله يوم تقول لهم شيص قال ما شاء الله شو شيص جنة هذه جنة طويل عمر خلاها شيخ شيخ الشيخ 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 سلطان الشيخ الدكتور سلطان ما قصر على شعبه طويل عمر ما قصر على ربعه ما قصر على امته طويل عمر اليوم كل واحد يجينا في المنطقة يشكر صاحب السمو كل انا مأمن والله يوميا بشكل يومي الناس تأمني سلم على الحاكم واشتغل سلم على الحاكم انه ريحنا اليوم طال عمرك هذا طريق خرفة كان من وين طول عمر من هالفجيرة طول عمرك من دبا من 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 صوب وادي العبادلة يقول والله الشيخ ريحنا ايوه على عن طريق دفته قلت له ما شاء الله تو عن طريق دفته قال والله ندعي له بطولة العمر هني هل ضدنا وهل شرم وهل البدية والله دائما عندي في شيف يقول يا طويل عمر بس وصل الشيخ سلطان ترى نحن ندعي له نحن ما عندنا شو نقدم له لكن نقدم اليوم الشيخ سمو الحاكم طال عمرك انت صاحب مؤسسة بسيطة عندك اشغال الدنيا عدل عدل الشيخ طويل عمر عنده 88 مؤسسة حكومية في الشارجة هو يديرها يا محمد الله مبارك لك في وقته يا محمد الله يبارك لك في وقته ومني الله يطول عمره يتصل ويتابع اليوم الشيخ الله يطول عمره ابو راشد من يوم الطفل الصغير مسوي له حضانه مركز طفل مركز ناشئه مركز ناشئه اليوم ما قصر مركز شباب الجامعات يعني مركز مسنين اللي ما عنده ماوى لين شيبانه يعني الشيخ ما قصر والمهتم على كل صغيره انت تقول هذا الحاكم عنده من الحكم وعنده من 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 المشاغل لكن يخصص وقته يتصل تعرف ان استعراحة تعرف شو يقول لي طول عمر الحاكم قبل اسبوعين يقول محمد قلت له ايش قايل الفكره يا الشيخ خبرني يا اخوي تراك الشيخ طويل عمر حيرتنا بافكارك الطيبه قال والله يا محمد انا في بيتي في القصر في 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 حصي وطالع هذا الإبل والله يقول اطالع هذا الإبل قلت هذا الإبل اليوم انا بتحداه وبسوي حاجه والله العظيم الشيخ تراك حيرتنا عمر نعم. محمد اذا بتسمح لي عندي مقطع نعم ابى اسمعك اياه ابى تسمعه وياي خليك على الخط انت ونحن بنسمعه اربعه يعني بسمع انا وانت المخرج يقول لي انا صراحه ما ادري شو بيحط لي يعني لكن بنسمع اربعه انا وانت والمستمعين والمشاهدين بنسمع اربعه خلنا نسمع المقطع لان اهل شيص كانوا ينقلون مرضاهم على بيبان البيوت وهم لا يستطيعون الوصول إلى المدن أو المستشفيات غير عن ذلك لا توجد الخدمات هنا ولكن كنت أصل المكان كان لي زيارة في السنة مرة لكل مكان عادة كانت وكان والي شيص الوالي خميس النقبي الله يعطي الصحة والعافية موجود معنا وكانت القرية على الجبل حتى نطلع إلى القرية يعني نتسلق لا أقول درجات وإنما أقول بعض الأحجار الكبيرة المهتزة فقلت له يا خميس أنا بعمل سلالم هنا عشان يسهل عليك وعلينا الصعود فقال بتعمل خير يعني لكن قلت له المرة الجاية ما بجيك من هنا قال لي من وين قلت له من هذا الجبل قلت له وين قلت له من هنا قال الشيخ هذا اصلا ما حد مر من هنا ولا بشر داس هاي البقعه هاي قلت له ان شاء الله بقدره الله نحن ان شاء الله لو فتحنا هذه الجبال وصلنا خرفكان قال يكلف كثير قلت له ما هو يكلف والله لو حط ميزانيه الشارجه كلها فيه هذا المقطع اللي بغينا نسمعك اياه يا محمد
ميزانية الشارج كلها إن شاء الله تنحط في الطريق هذا، المهم أني أنا أوصل الطريق هذا لأهالي شيص ولخرفكان. براشد أنا حاضر والله، هذا الكلام كان 1996 1996 وكنا طال عمرك الشيخ الله يطول عمره آمر 95 بس طبعا الشيخ الله يطول عمره يجي قبل سنة يامر بعد السنة الجاية يبي يشوف الأوامر تنفذت على حسب توجيهاته، وهذا الكلام كان آمر بصيانة الأفلاج في المنطقة، وكان يتجول نزل من المنطقة القديمة وين فوق نحن ونزل ووصل عند الحوض هذا بركة الماي اللي فوق. نعم. كان طول عمر قال خميس والله كنا نحن طالعنا كنا موجودين على حافة الحابوط احنا نسميه طال عمرك حوض الماي. نعم. على الحافة طول عمر قال خميس شوف اللي بهذاك غرب قال نحن شو كنا طالعنا ما نعرف شو الحاكم كذي أشر بيده قال خميس بجيب لك الشارع مني والله العظيم والله صادق صادق. أنا كنت موجود ونسمع هالكلام 96 أتذكر متخرج من الكلية قال له خميس والله كذي يرفع إيده فوق وينزل على تحت قال كذي يعني يقول أنا يعني جازم بالموضوع إيه يعني كذي يرفع إيده الشيخ وينزلها تحت كذي قال والله لو يكلفني ميزانة الشارجة بالكامل أنا هذا الشارع بوصله إن شاء الله بإذن الله يا الله يرفع إيده فوق وينزلها أتذكره هذا الموقف الحين أشوفه قدامي وفى بالوعد ولا ما وفى والله وفى من 2000 طال عمرك شوفه أبو راشد الشيخ يوم يسوي مشروع يخطط له من سنوات نحن ما ندري طول عمر يجتهد الشيخ من سنوات يمكن يتنفذ المشروع اليوم لكن هو قبل يخطط له من قبل 10 سنوات الله يطول عمره اليوم الشيخ سخر الإمكانيات البلد في خدمة أهالي البلد والمقيمين على هذه الدولة اليوم الشيخ مثل ما قال كلامه طول عمر مريضنا أول والدة الله يطول عمره طاحت من اليمن شلوها بباب إلى مدحة بباب طول عمر على الضوء الشيخ ما قصر طال عمرك كل شيء يوصله والشيخ سلطان الله يطول عمره هذا يعرف كل صغيرة وكبيرة اليوم الشيخ أوفى بحق الشعب بالكامل ما قصر طال عمرك على البشر كامل ما قصر الله يطول عمره اليوم طال عمرك جميع المؤسسات تخدم المواطن حتى ذيك الأيام اتصل فيه سعادة خميس بن سالم السويد أتذكر رئيس ذات القرى والضواحي قبل يمكن 3 سنوات قال خيمة العزة بتكون عندكم بعد فترة قال حتى دين المتوفي من شلة يا يعني قال مو بالله لكم لين هذه توجيهات الحاكم شوف الحاكم حتى الميت الله يطول عمر سموه الحاكم يهتم فيه مو بالله واحد غادر الدنيا طول عمر وخلاص انقطع من كل حاجة حتى يعني يهتم فيه الله يطول عمره هذا الشيخ طول عمر شيخ نير شيخ حكيم شيخ رحمة الله جعل فيه رحمة في قلبه جعله مبروك هذا أنا أقول لكم هذا الشيخ مبروك هذا الشيخ طال عمر قلبه طيب خير الله جعل فيه الرحمة وجعل فيه البركة تعرف إنه يوم افتتاح الشارع شو والله كرمنا بمطر يا براشد أيوة بمطر يعني أشهد يا أخي هذا مبروك يعني يقول له يا طويل العمر الله سبحانه وتعالى كرامة طال عمرك إنك أنت يا حاكم ريحت الناس أنا بنزل لك قطر من السماء يكون هذا المكان مبروك أتذكر كان علامات يا محمد هاي علامات سبحانه هذا الشيخ الله يطول عمره سعدنا عسى الله يسعده ريحنا عسى الله يريحه اليوم أنا صباح فرفكان يوميا إذا عندنا اجتماع في أي دائرة من الدوائر الحكومية كم يأخذ منك الطريق الحين؟ 10 دقائق يا طويل العمر قبل كم 45 دقيقة طويل العمر نعم 45 دقيقة طويل العمر اليوم 10 دقائق اليوم لين دفتة 10 دقائق اليوم لين الشارجة طويل العمر من شيف 35 دقيقة طويل العمر هل هذا طويل العمر والله العظيم إحنا كل ما نطلع على الشارع على الطريق ندعي إلى صاحب السمو بالخير والبركة هذا ريحنا عسى الله طريقه إلى الجنة مو بالجنة بعاد ننتظر الفردوس الأعلى من الجنة آمين. هذا الرجال حاكم حكيم هذا نقول لكم طويل العمر اليوم يسوينا طريق سوق على الشارع الرئيسي تعرف يوم يكلمنا الشيخ يقول اسمحوني تأخر قدر الشيخ انت ما سويت الا زين انت ما طلعت الا الشيء الطيب الله يطول عمرك انا اقول لك كل الناس تدعي له بطولة العمر وبالصحة وبالعافية ريال انجز ريال اليوم مو بالله شيء طول عمر وخوفكان والنحوة ووادي الحلو ولا جلبة ولا دبة اليوم جميع مناطق الامارة طال عمرك مستانسين مبسوطين بالمشاريع التنموية اللي يعملها سمو الحاكم اليوم احنا
في المناطق طال عمرك صوب الديدة نشوف الشعبيات مهتمة، كل فريق مع ربعه مع جماعته، حتى الله يطول عماركم. ونشكركم أيضا أنتم تلفزيون الشارقة دائما. العفو العفو العفو، واجبنا والله واجبنا، ولا 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 يؤدي شيء، ولا يؤدي شيء مقابل اللي يسويه الشيخ الله يحفظه، ولا احمد سلطان ولا الشباب طال عمرك كلهم يمروا علي في شيخ طول عمر، زايد الشرقيه طال عمرك تلفزيون الشرقيه طول عمر متواجد منا بشكل يومي طال عمرك، هاي توجيهات الشيخ الله يحفظه، توجيهات الشيخ. ونحن براشد مثل ما تفضلت نفرح بالعرب اللي يونا طول عمر، الناس بيوتنا عيوننا مفتوحة قبل بيوتنا، قلوبنا مفتوحة طال عمرك، وهذا مش من كرمنا، كرم الله ثم كرم سلطان، نقول لهم المشاريع التنموية واللي جاي أفضل وإحسن، حتى الله يطول عمره ويوسع عليه ويجعله فيه صحة وفيه عافية وفيه توفيق وفيه سعادة، هو وحرمه وعياله وعيال اللي انتقلوا إلى رحمة الله يسكنهم في الجنة، جنات النعيم في الفردوس الأعلى من الجنة، يا رب تحفظه وتطول عمله واجعله فيه خير وفيه صحة وفيه سعادة وفيه رفعة وفيه توفيق وفيه عزة وفيه تيسير، يعل الله يطول عمله يا رب تحفظه. والله ترى يا محمد شوي نزدت شوي، ترى أنا ميود عمري نزدت شوي، ترى بعد الدمع ما بت هذا. والله يا ابو راشد جزاك الله خير، جزاك الله خير، الدمعه تنزل من عينه، جزاك الله خير، جزاك الله خير، منها ريحنا، عسى الله يريحه في الدنيا والاخره، نحن كنا تعبانين، الوالد كان تعبان، الوالد يقول الشيخ تعبانين، العيال نشنهم على ظهورنا طول العمر وتعبانين، الشيخ قال لي يا خميس ترى الامور مو بكلها لي، لكن انتظر علي يا خميس، انتظر علي، والله لاسعدك واخليك طول العمر تنسى التعب، اليوم طال عمرك الوالد فرحان، فرحان طول العمر، الله يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب، الله يعطيه الصحه والعافيه. لكن والله العظيم سعيد، والله سعيد، ودائما يدعي لي سمو الحاكم بطولة العمر يقول له ريحنا الحين، ساماننا أغراضنا نيبها مخرفة كان في 10 دقائق في راحة، الأخوان أهالي المنطقة كلهم مرتاحين، مو بلنعن كلهم أهالي المنطقة مرتاحين، حتى المناطق المجاورة عندنا من حجر بني حميد تام علي سلطنة عمان بعد يشكروا على سمو الحاكم يقول ريحنا، مو بلا ريحكم هالشيخ، احنا ريحنا، ريح النعوة، ريح المدحة، حتى يجوا عندنا هالمدحة من طريقنا مرات، والله يدعونا، يدعو للجميع بطولة العمر وبالصحة والعافية، ريح الجريب والبعيد، الحمد لله رب العالمين، يجعله في نور يا رب، يا رب آمين. نور آمين. نور آمين. هذا آمين. هذا نور طول العمر، جزاك الله خير يا محمد، ما قصرت، مشكور مشكور على المداخلة الجميلة أخي الفاضل، بارك الله فيك، الله يحفظك يا أخي، جزاك الله خير، جزاك الله خير، والله أشوف المنظر هذا، والله منظر مهيب مهيب، منظر جميل.